احتل أسطورة كرة القدم العراقية يونس محمود المركز 47 في القائمة التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ففي آخر تحديث لقائمة النادي المئوي للاعبين المخضرمين الذين مثلوا منتخبات بلادهم في جميع أنحاء العالم وعلى مر التاريخ، تفوق السفاح يونس محمود على عدد من أبرز النجوم الكبار كالنجم الأرجنتيني ميسي. فميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني مثل منتخب بلاده في 138 مباراة حتى الآن، بينما شارك السفاح يونس محمود ب 142 مباراة دولية سجل خلالها 57 هدفا لصالح المنتخب العراقي. تابعوا معي هذا الفيديو الذي أعده فريق يو تريندينج لأبرز أهداف يونس محمود. كثيرون تفاعلوا مع خبر السفاح، منهم مرتضى عماد الذي قال: السفاح يونس محمود هيبة وفخر داخل الملعب وخارجه، كبير في كل شيء، يستحق كل التوفيق. أما سامر كتب يقول: بطل أبو ذنون وهو بالنسبة للعراقيين أسطورة، أما ميسي فليس أسطورة بالنسبة للأرجنتين، فهو لم يحقق لهم بطولة وإنما مارادونا أسطورة الأرجنتين. علي جبار قال: ميسي فقط كوبا أمريكا وكأس العالم، وإذا التصفيات المؤهلة ضمن التأهل يتم إراحة ميسي. يونس تصفيات كأس العالم والآسيوية وغرب آسيا وكأس الخليج، يمكن حتى بالأولمبي لعب. آخر تغريدة من أياد العاني قال فيها هذا: وبالوقت اللي كان يونس يتدرب ويلعب بدون نادي لفترات طويلة، ولو أنه حظي بمنظومة رياضية بعيدة عن التسيس والفساد والتجاذبات لكانت إسهامات نجم موهوب مثل يونس أكبر من إنجازاته المتميزة حتى.